والآن متابعة لأخبار الطقس والأحوال الجوية. أحوال الطقس ودرجات الحرارة المتوقعة غدا بإذن الله تستعرضها لنا من جديد في وقفة ثالثة وأخيرة فاطمة خليل. شكرا مصطفى، شكرا إلهام، وأهلا بكم مجددا وأخيرا مشاهدينا وأحوال الطقس. يتوقع خبراء هيئة الأرصاد الجوية أن يسود غداً الجمعة طقس حار رطب نهاراً على القاهرة الكبرى والوجه البحري والسواحل الشمالية، شديد الحرارة على جنوب سيناء وجنوب البلاد، بينما يسود ليلاً طقس معتدل الحرارة الرطب على القاهرة الكبرى والوجه البحري والسواحل الشمالية وشمال الصعيد، مائل للحرارة الرطب على جنوب سيناء وجنوب الصعيد. وفيما يلي بيان بدرجات الحرارة المتوقعة غداً على بعض مدن ومحافظات الجمهورية، والبداية دائماً من القاهرة العظمى 33، الصغرى 23، إسكندرية 30، 22، مطروح 28، 21، بورسعيد 31، 23، إسماعيلية 33، 21، وجوها حار. بالنسبة للسويس 34، 22، العريش 31، 21، طابة 35، 23، شرم الشيخ 36، 27، الغردقة 35، 25، وجوها أيضا حار. بالنسبة للأقصر 40، 22، أسوان 40، 26، الوادي الجديد 39، 23، شلاتين 35، 26، حلايب 32، 26، وجوها أيضا حار. والآن نستعرض معكم درجات الحرارة المتوقعة غدا في عدد من العواصم والمدن العربية والعالمية.